كريم الصديف سيدة عزيزة شبيبة نجوى 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 شبيبة من إدارة ميراج عبد الصمد الكلفاوي على هامش انطلاق كرنفال وكذلك فعالية مهرجان العرائش الدولي للتراث والفنون في نسخته الثامنة اللي تكلمنا على أهم اختيارات الفنية اللي اعتمدتها المهرجان هذه السنة. إذا أنا غنحاول أنني نتكلم على الكرنفال بحكم أنني أنا المشرفة عليه، دونك كل واحد عنده واحد لاطاش مكلف بها، ما يمكنليش نتكلم في طاش ديال واحد آخر. دونك بالنسبة للكرنفال اللي هو الموكب الإشعاعي ديال انطلاق المهرجان اللي كيمثل الدورة الثامنة للمهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون والتراث اللي كيتنظم السنة الثانية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، وهذه السنة تحت شعار شمال المملكة قوة اقتصادية وكملة سياحية. دونك كيف ما كتشوفوا هذا العام هذا كيف كل سنة حاضرين معنا الفرق المحلية والجهوية اللي تعودنا دائما أنهم يشاركونا الكرنفال، واللي هما كذلك صبحت عندهم عادة أنهم يجيو ويشاركوا في مهرجان العرائش الدولي للثقافة والفنون والتراث أو كيف ما كيسميوها مهرجان عبد الصمد الكلفاوي. دونك ما نقدروش نقصيو هاد الفرق بحكم أنهم كيبقاو يتسناو حتى هما يعني هاد الدورة هادي فوق هاد الشيء، وبحكم أن يعني البرنامج ديال السهرات كيعتمد على أسماء يعني خصو يكونوا فيه أسماء كبيرة وفنانين معروفين، دونك كاينين حاضرين معنا فرق محلية من المدينة ديال العرايش، وكذلك كاينين بعض الفرق المحلية اللي يعني العمل ديالهم أو هذاك لو شو اللي كيديروه ماشي ديال لاسين، كاينين شي حوايج اللي كيداروا هكا كنشوفوهم في العراسات كنشوفوهم في بزاف ديال الحوايج. دونك هادشي اللي كاين. بالنسبة للتغيير اللي كاين هاد السنة هادي هو أننا حاولنا نفتحوا على مدن أخرى بحكم أننا جبنا مثلا فرقة الريتم بويز اللي جاتنا من مدينة سلا، لي ماسكوت لي جيو هذاك الكراش بالعافية اللي حنا ما تعودناش عليهم أننا نشوفوهم في المدينة ديال العرايش، يعني شو بنارية أيه عبنارية أيه. بالنسبة لهادو فجبناهم من المدرسة ديال السيرك اللي كاينة في مدينة سلا، إلى جانب الطائفة العيساوية برئاسة المقدم دريس اللي جاتنا من مدينة مكناس. وكذلك حاولنا هاد السنة هادي أننا نجسدوا الشعار ديال الدورة اللي كيتمثل في الاقتصاد والسياحة ديال مدينة العرايش، فحاولنا نجسدوا السياحة في صور فوتوغرافية للمدينة ديال العرايش اللي كتمثل أهم المناطق السياحية بالمدينة. وبالنسبة للاقتصاد ديال الشمال بصفة عامة أو مدينة العرايش على الخصوص فهو كيعتمد على العديد من الأشياء، لكن حنا اقتصرنا على يعني الحاجة الكبيرة اللي كتعود بالنفع على المدينة ديال العرايش وهي الصيد البحري. يعني في المستقبل اللي كيرقى يعني لمستوى أفضل كل سنه يتطور، ولكن ليرقى الى مستوى افضل لابد من يعني اعتماد واحد الرؤيه في تطوير هذا يعني الكرنفال في المستقبل، واحد يعني كنلاحظوا حضور الفولكلور ولكن الجانب الاستعراضي والمشاهدي مازال يعني في هو اللي عملته هذا الدور هذا العام، ولكن كيفاش كتشوفوا الرؤيه في المستقبل باش تطوروا فنون الاستعراض؟ اذا بالنسبه لنا حنا فكل عام كنحاولوا نطوروا من انفسنا، والى قارنا الفقرات اللي كاينه هذه السنه هذه مع الفقرات اللي كانت في السنه الماضيه فعلى اللقاء كاينه تغيير كبير. بالنسبه للفرق الاستعراضيه اللي كتكلم عليها فلي ماسكوت ولي جيو كيدخلوا في الاستعراض هذه بالدرجه الاولى، هاد اللعب الشهوب الناريه كيف ما سميتيهم بالعربيه ما عرفتش كيفاش كيتسماو حتى هما داخلين في الاستعراض، هذوك الاشخاص اللي كيلعبوا الجيمباس حتى هما داخلين في الاستعراض، نعم لي زاكروبات اللباس اللي جسدناه في المدن ديال الشمال والمدن المغربيه هذه كلها فقرات استعراضيه. لاحظنا كذلك تغيير صنبا راكشي بصنبا يعني ديال سلا، يعني شنو هي الاسباب ديال التغيير اللي وقع في البرنامج؟ داكو اولا ما وقعش تغيير في البرنامج، صنبا راكشي ما كانوش معنا في البرنامج، صنبا راكشي انا اتصلت بهم شخصيا وكنقولها من هذا المنبر الاعلامي وكنتحمل كافه المسؤوليه انني اتصلت بصنبا راكشي وطلبوا لي 8000 درهم 5000 درهم باش يخدموا لي كرنفال ديال مدينه العرايش وكرنفال او مهرجان اللي كيتنظم تحت الرعايه الساميه ديال سيدنا واللي كيحتفل بعيد العرش، طلبوا لي تعويض ديال 5000 درهم. ما بالعكس انني يعني من جهه اخرى كنقول كذلك وبصوت عالي ان الريتم بويز ماشي فابور وكنتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام، مخلصين لهم ترونسبور فخر وترونسبور في كار عادي، دونك انا كنقلب على السهله باش انا غنجي، انا ما قصيتش ولاد بلادي بالعكس، وكنت كنتسنى هاد السؤال اللي تطرح عليا وكنت ما غنجاوب عليه باش يقولوا لي انا قصيت صنبا راكشي، كنعاود نقول صنبا راكشي طلبوا لي 5000 درهم، وكيف ما كيعرف الجميع ان اصلا الميزانيه ديال الكرنفال يعني راه قليله او الميزانيه ديال المهرجان كامله في الدعم نقصوا بزاف ديال الامور، دونك انا ما لغيتش صنبا راكشي ما كانوش اصلا في البرنامج. المهرجان ما هي الرساله اللي توجه لسكان المدينه باعتبار انها
هذه المظاهر الاحتفاليه الثقافيه والاجتماعيه والفنيه يعني عندها بعد تنموي كذلك. يعني شنو هي الرساله يمكن تعطيها للساكنه باش يمكن تحضر هذه الفعاليات وتحضر الثقافه؟ انا بالنسبه لي الرساله اللي كنوجهها للمدينه ديال العرايس للساكنه ديال مدينه العرايس كنبغي نقول لهم ان هذا النشاط هذا هو ديالنا كاملين. حنا كشباب وكاولاد هذه المدينه كنطوعوا وكنخدموا باش نفرحوا الساكنه ديال المدينه وباش نحتفلوا بعيد العرش وباش نحتفلوا بسيدنا. الابواب ديال الجمعيه واليدين ديالنا مفتوحين للجميع، اللي بغى يشارك معنا اللي بغى يعاوننا اللي بغى ينخرط معنا. هذا الشيء حنا عاملينه للناس باش هما يفرحوا ويعجبهم الحال. كنقول لهم مرحبا بكم كاملين بدون استثناء ويقبلوا علينا، واللي عنده شي تعليق او لا يقدر يفيدنا ولا يقدر يعطينا باش نطوروا من نفوسنا، مرحبا به عندنا ينخرط معنا ويفيدنا بالخبره ديالو. شكرا.